ايه اللي يخلي عيانة تخش عند الدكتور وتقول لا انا مش هجيله تاني ابدا، او مش مستريحة، او مستعجل كده، مستعجل ما بيسمعش كويس، او لا انا عاجبني الدكتور التاني اكتر، بس حضرتك ده اقدم، ده خبرته اكتر، ده شهاداته اكتر، فترد عليك وتقول لك لا معلش انا مستريحة لده اكتر. الله، ايه اللي خلى الدكتور الاصغر يخلي المريضة مستريحة اكتر؟ دايما وفي كل مكان وفي كل وقت بنسمع عن كلمة انت محتاج تزود مهارات الكوميونيكيشن عندك، ولكن هل سألنا نفسنا يعني ايه كوميونيكيشن؟ الكوميونيكيشن هي الطريقة اللي بنقدر نفهم بيها بعض كبشر عشان نقدر نتبادل منفعة ما بيننا وما بين بعض. الكوميونيكيشن ده ممكن يكون ما بين فرد وفرد، او يكون ما بين فرد وجماعة، زي الدكتور والبيشنت بتاعه ده فرد الفرد، اما الدكتور والتيم وورك بتاعه ده بيبقى فرد لجماعة. الكوميونيكيشن عموما بيتقسم انواع: verbal, non-verbal, written ways of communication اللي بنسميها indirect communication, written, emails and so on. مين أهم يا ترى؟ الـ verbal communication ولا الـ non-verbal communication؟ معظم البحوث بتتكلم إن الـ non-verbal أهم وأصدق وأقوى. طيب عشان أقدر أستخدم الطريقة الـ verbal بطريقة كويسة، أول حاجة، أول تب لازم أستخدمها ألا وهي الـ active listening. يعني عشان كلامي محتاج إن هو يوصل ليك، لازم الأول أسمعك كويس جداً. الاكتف لسننج بيحتاج ان انت تكون totally involved في الكوميونيكيشن، ما بتحاولش تقاطع اللي قدامك باسئله كتير فيها yes or no، بتسال اسئله مفتوحه. كمان بتحس بمشاعره ما وراء الكلام اللي هو بيقوله، ما بتحاولش ان انت تفرض رايك او مشاعرك الشخصيه اثناء ده، انت بتسمع بتركيز كبير وانت بتسمعه non verbally تقول اوكي، وبعدين تعمل paraphrasing، يعني الوجع ده حضرتك بتحس فيه في الناحية اللي فوق شمال عامل زي النبض، اما بتلمسه بصباعك بيوجعك اكتر. وفي الاخر تسامع رايز القصة. رقم 2، نبرة صوتي. لازم نبرة صوتي تكون جهورة. دايما لو انا عايز احسس اللي قدامي ان انا واثق من نفسي ومعلوماتي صحيحة، لازم طريقة الكلام اللي بتكلم بيها تكون نبرة صوت قوية وجهورة. بالنسبة للتون، مهم جدا ان انت وانت بتتكلم ان يبان ان انت you are caring, you are confident، وصوتك واضح، ما هوش منخفض. اصل حضرتك دي ممكن تكون بس حشوة. ايه يا دكتور؟ اصل ممكن تكون حشوة، لان ده ممكن ينقل نوع من عدم الثقة. لازم صوتك يبقى واضح ونبرتك واضحة والتون بتاعك caring. الكلاريتي، في دكاترة وهي بتتكلم احنا عندنا بس هيدك واضحة عايزين نعمل ايه يا دكتور؟ احنا بس عندنا هيدك بس عايزين دكتور ايه بالظبط؟ فتلاقي دكتور تاني منظم الفكر يقول عملنا الكشف بطريقة 1 2 3، لقينا عند حضرتك حاجات بسيطة كذا وكذا، دي هتتعالج بالاسلوب الفلاني ودي هتتعالج بالاسلوب الفلاني، في عند حضرتك اي اسئلة؟ الكلاريتي، التون، وارتفاع الساوند مش انخفاضه. حاجة أخيرة كمان عشان توصل فيربل صح قوي، ألا وهي تمنع الفيلر ووردز. بمعنى أنت ممكن وأنت بتتكلم كل واحد فيه كل واحد فينا ليه لازمة في الكلام، كل ما يتكلم يقول أوكي 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 تمام تمام تمام، فممكن تلاقي كلامك يعني ربع كلامك أو نصه كان عبارة عن فيلر ووردز، فلازم تحاول تمنحها، لأن الفيلر ووردز لما بتكتر تدي ريفليكشن إنك مش واثق في معلوماتك ومتردد شوية. من ضمن المهارات المهمة جدا جدا في الفيربال كوميونيكيشن هي السكيلز بتاعة الرد على التليفون. مهم واحنا بنرد على التليفون نمرن الموظف بتاعنا إن يكون مبتسم، لأنه بينقل الإنرجي دي. صباح الخير، مساء الخير، ألترا دنتال كير مع حضرتك مثلا، لكن ما ارفعش التليفون اقول الو ايوه، لا ده مش بروفيشنال خالص. مهم قوي ان انا اعرف مين السيجمنت اللي انا بخاطبها، عيادتي فين وبتعامل مع مين. تخيلوا مثلا اللقطه اللي انا هقولها وهمثلها لكم دلوقتي في ثواني. الو الو هاي
This is Elite Dental Care. How can I help you? الو الو انا عندي ضرس بيوجعني. الو في دكتور عندك؟ Excuse me. This is Elite Dental Care. How can I help you? بصوا اللقطة التانية تماما. هنروح على المسار الآخر. تيرين تيرين. الو. هاي مساء الخير. انا كنت عايزة الدكتور بتاع علاج الجدوع. ايوه علي صوتك. الو. يا ترى العيان ده هيعمل ايه مع الريسبشنست ده؟ ويا ترى العيان هيعمل ايه مع الريسبشنست او موظف الاستقبال ده؟ خلوا بالكم انه حتى الكوميونيكيشن بيبقى ليها نوع من انواع الكاستمايزيشن او البيرسوناليزيشن والتريننج مخصوص. لازم تعرف انت بتخاطب مين والطريقه دي. تاني تشانل عندنا الا وهي النون فيربال كوميونيكيشن. يعني ايه نون فيربال كوميونيكيشن؟ نبدا اول حاجه بالفيشل اكسبريشن. انت ممكن دلوقتي بيشنت يدخل لك ويقول لك انا تعبان جدا يا دكتور، فانت ممكن بمنتهى البساطه تقول له الف سلامه. الف سلامه دي فيربال كوميونيكيشن، ولكن ممكن تتفاجئ بعد ما المريض ده مشي زعلان جدا منك وبيقول الدكتور ده مش بيقدر ألمي ولا مهتم ليا. طيب انت هنا هتتجنن كدكتور، مش فاهم ايه اللي حصل بالظبط. طب ما انا قلت له الف سلامه، هو عايزني اعمل له ايه؟ ابوس ايده يعني ولا ايه؟ لا، هي كل الفكره انت قلت الف سلامه ازاي. هل قلتها وانت ماسك فيس الف سلامه، ولا كان في نوع من انواع التعاطف ظهر على الفيشال اكسبريشن بتاعك وقلت الف سلامه؟ فلازم تاخد بالك من ان الفيشال اكسبريشن ليها عامل كبير جدا في توصيل الرساله بتاعتك. اذا اتكلمنا على النون فيربال كوميونيكيشن، فعلى الصعيد الاخر عندي حاجتين مهمين جدا، حاجه ليها علاقه بلغه الوجه وحاجه ليها علاقه بلغه الجسد. تخيل دكتور وهو بيشتغل ومقرب من العيان وعمال مثلا يربط إمبلانت أو يفك سوتشر، عمل كده أو الأولانية خضة والتانية هو دي بتتفك إزاي؟ إحنا إيه اللي عملناه ده؟ طبعا العيان باصص لك كطبيب أسنان بشكل مباشر عينه في عينك، فلازم تكون حذر جدا بالفيشال اكسبريشنز بتاعتك اللي ممكن تشتغل وانت مبتسم او كيرينج او عمال بتبص لنوع من انواع النيوتراليتي، انك مستمتع باللي بتعمله. نقطه ثانيه كمان لازم ناخد بالنا منها الا وهي البادي لانجوج. بادي لانجوج بمعنى ايه؟ تعال ناخد مثال زي ظهرك. لو انت عايز توصل رساله لحد وعايزها توصل ليه حقيقي وتبقى باين الثقه فيها، لازم تاخد بالك ان دايما ظهرك مفرود. ما تحاولش تتني ظهرك، كل ما بتتني ظهرك كل ما الرسالة بتاعتك بتوصل أقل. نقطة تانية، عينيك. لازم عينيك دايما في عين اللي انت بتكلمه. لو عينك كل شوية بتهرب منه بيبتدي يترجم الطرف اللي قدامك انك مش واثق في كلامك او ممكن تكون بتكذب. حاجة كمان مهمة، السمايل بتاعتك، كلمة السحر، الابتسامة. مشاكل كتير جدا ممكن تتحل بمجرد ابتسامة بسيطة منك ومركز معاه. يعني ما بتجيش مثلا هو يكلمك تروح بعد اذنك يا صفاء، بعد اذنك يا صفاء، يا دكتور لو سمحت، ما احنا قلنا نظبط ما ينفعش. والعيان بيتكلم معاك انت شايل كل الديستراكشن وقاعد بتبص له ومركز معاه. يفضل ان انت تلين في اتجاهه، يعني تميل في اتجاهك. وايه اللي حصل؟ يا خبر، معقول؟ تمام، مفهوم. ففي نوع من انواع التركيز، في نوع من انواع البارافريزنج، في نوع من انواع التون اللي هي انا مركز معاك تماما. طبعا على النقيض تماما ان يكون الكمبيوتر على الجنب وانت عمال تملى الداتا ومش باصص له اصلا، عمال شغال بتساله ومش باصص له اصلا. او الدكاتره اللي بتملى الفولدر زي احنا ايام الماجستير وايام الدكتوراه، عمال املى الميديكال والدنتال فولدر وانا مش باصص له. في عندك مرض سكر، ضغط، بتاخد اي ادويه؟ لا، كاستمر جاي لك او مريض جاي لك لو سمحت خاطبه بلقبه واسمه. ما تقفش في الريسبشن تقول الحاله اللي بعد كده، الحاله 507. لا، هما مش حاله، هو انسان له انترست وله اسم وله حياه وله شغل وله لقب. اتفضلي يا حاجه زينب، اتفضل يا باشمهندس اسماعيل، اتفضلي يا دكتوره شاديه، اتفضل يا استاذ احمد. تعالى نخش على الوسيله الثالثه الا وهي الريتن كوميونيكيشن. كتير مننا ممكن يحتاج ان هو يتواصل بالكتابه، سواء
بتسوق لنفسك فبتعمل بوست على الفيسبوك، سواء بتبعت ايميل، بتخاطب حد، بتكلم زميل ليك وهكذا. طيب ناخد شوية قواعد في الكتابة. أول حاجة، لما بتيجي تكتب لازم لغوياً يكون كلامك مظبوط، لأن لو عندك أخطاء إملائية كتير وما حاولتش تهتم ليها ممكن تضعف من طريقة توصيل رسالتك وتضعف من كلامك. حتى لو كلامك عظيم وكلام مهم ممكن قوته تقل لو لغوياً مش مظبوط. الريتن كوميونيكيشن برضو من الوسائل التي لا تقل أهمية عن الفيربال كوميونيكيشن، زي بالظبط لما تكتب نوتس على بروسيدير معين انت عملتها، عايز زميلك اللي هيعمل التركيبات يتابع انت عملت ايه في الزرعات، زي التقرير اللي انت بتعمله جوه العياده عشان تبعته لطبيب اخر خارج العياده، زي التقرير اللي انت بتطلبه من دكتور السكر او الضغط او القلب يبعته لك عشان تبدا البروسيدير وتامن العيان، زي الروشتة اللي بتكتب فيها العلاج بتاعك. الريتن كوميونيكيشن لازم يبقى منظم جدا، واضح جدا. ما بنفضلش دلوقتي نكتبه بخط الايد عموما، بنفضل ان هو يكتب عن طريق الكمبيوتر ويطبع في ختمك باسمك برقمك في النقابة وامضى كويس، تلوك بروفيشنال وفيها كل الديتيلز. انا كمان بفضل ان معظم الفورمز تبقى جاهزة عندي اوريدي على الكمبيوتر، عايز اخاطب دكتور بشري عندي الفورمل ده، عايز اخاطب مثلا دكتور النساء عندي فورمل ده، عايز ابعت اعمل اشعة عندي الفورمل ده، عايز حتى اخاطب المعمل بتاع البورسلين عندي الفورمل ده. نقطة تانية مهمة، اللغة اللي بتتكلم بيها. يعني انت لو الاودينس بتوعك اللي بيسمعوك معظمهم عرب، ازاي بتتكلم انجليش؟ مش هيفهموك لو اللغة الام بتاعتهم عربي، حتى لو هما بيعرفوا يتكلموا انجليزي حلو، ولكن اللغة الام بتاعتهم ايه اللي تربوا عليها؟ فلازم بتشوف الاودينس بتوعك مين وتتكلم بناء على ايه؟ على اللي انت بتخاطبهم. كتير واحنا قاعدين بنحس بالفخامة اما نكلم العيان بلغة ما يعرفهاش. حضرتك هتعمل لي ايه النهاردة؟ النهاردة انا هعمل لك كونكتيف تيشو جرافت واحط لك الامبلانت ساب كريستال بوزيشن مع شوية زينو جرافت، ان شاء الله حياتك هتبقى احلى كتير. انا فدته بايه كده؟ بطلت عليه ليه يعني؟ ما هو اكيد عنده حاجات برضو يعرفها ممكن يكلمني فيها وما فهمش منه ولا كلمة. الغرض من الكوميونيكيشن ان اوصل كلام واضح للمريض بتاعي، افهمه البروسيدير اللي هعملها عباره عن ايه، وابريشيت الوقت اللي انت بتقعده معاه عشان تشرح له الخطوات عامله ازاي وعملت ايه. لازم يحس في طريقتك وقعدتك ووقتك اهتمام كبير جدا بيه كشخص قبل ما يكون كزبون. هنروح للشانل الرابعة والأخيرة، ألا وهي الفيجوال كوميونيكيشن. الفيجوال كوميونيكيشن أول حاجة بنبدأ منها هي مظهرك. تخيل، بمعنى أنت لو عايز توصل رسالة فيها فورماليتي للشخص اللي قدامك، وليكن أنت رايح تعمل انترفيو مثلا، هل ينفع تروح لبس كاجوال؟ في ناس كتير تقول إيه المشكلة، يعني هو بيقيم الإنسان مش بيقيمني أنا. ولكن انت بتلعب هنا في توصيل رسالة انت مش قصدك منها، اكيد انت مش قصدك توصل للمدير بتاعك ان انت شخص غير جاد، ولكن طريقة لبسك ممكن توصل حاجة تانية خالص غير اللي انت عايزها. الانترا اورال كاميرا واحدة من اهم الفيجوال كوميونيكيشنز اللي انت ممكن تستخدمها في العيادة عندك. بمنتهى البساطة بتقدر تاخد الكاميرا وتوري له شايف الشرخ اللي في الحشوة دي، عشان كده احنا عايزين نغير الحشوة دي. طبعا احيانا تقول له انا شايف شرخ في الحشوه دي ومحتاج يتغير، وهو ما شافكش قبل كده، لسه ما بناش جدار او الثقه اللازمه ان انت تقول له هغير دي، يقول لك اتفضل دي اول زياره لي. فكل اللي بتعمله انك بتبين له الحشوه دي انت ليه شايف انها يفضل انها تتغير، وبتعمل ده عن طريق الكاميرا عشان يشوف الكراك فين، وعن طريق الاشعه عشان يشوف التسوس او الكافيتي اللي تحت الحشوه دي، لان كتير من البروسيدجرز دي ما بتبقاش سيمبتوماتيك، البيشنت ما بيبقاش حاسس ان عنده مشكله. بكده نكون شرحنا يعني ايه كلمه كوميونيكيشن، وعرفنا ايه هم الفور شانلز عشان نقدر نوصل رسائلنا بشكل اوضح واضح. في الاخر احنا محتاجين العيان بتاعنا يحبنا ويرتبط بينا ويحترمنا، فاعمل كل الجهد، استخدم كل وسائل الكوميونيكيشن اللازمه اللي توصلك للهدف ده. خلي العيان يحبك ويثق فيك ويحترمك.